طيب اذا هلا بدنا نكمل سؤال 9-1. سؤال 9-1 بيقول عندي محرك 50 هورس باور دي سي، الانترنال ارمتشر ريزيستنس تبعته، الريزيستنس تبعت الاسلاك 0.06 اوم. ايه اللي عملناها؟ لانه احنا مهتمين هون بس بستدي ستيت كونديشنز. شنط، شو يعني شنط؟ معناها الفيلد مشبوك ان بارلل مع الارمتشر، مع الماتور نفسه، فالسبلاي اللي بزود الماتور هو نفسه اللي بزود الفيلد. في الحالة هاي هذا الدي سي احنا حطينا مقاومة خارجية عشان ايش نعمل؟ نتحكم. المقاومة هون صفت في النهاية 50 اوم، ف 250 فولت على 50 اوم قديش رح يعطيني؟ 5 امبير. ال 5 امبير خليناها ثابتة طول الوقت، رح تضلها طول التجربة هاي، واللي صار يتغير معي الكرنت، مش الارمتشر كرنت، الكرنت اللي بمر هون. أول شيء كانت 300 امبير، بعدين 200 امبير، بعدين 300 امبير. بنلاقي قديش التورك على السرعات الثلاثة هاي المختلفة، ونعمل فلوك، بنلاقي السرعات الثلاثة المختلفة، السرعة على الكرنت الأول والكرنت الثاني والكرنت الثالث، وأظن مطلوب منك كمان نلاقي التورك، ورح نلاقي كمان التورك. في عندنا معادلة ثانية كمان رح ناخذها اللي هي T induced في أوميجا بتساوي V back EMF مضروبة في I. طلعوا لي على المعادلة هاي. تاو ايش هذه؟ تورك. وهاي اوميجا سبيد. لما بضرب تورك في اوميجا شو بعطيني؟ الانبوت الاوتبوت ميكانيكال باور من المحرك ايش بيساوي؟ تورك. التورك مضروب في سبيد، مش هيك؟ التورك مضروب في سبيد. خلينا نشوف ايش وحدة التورك؟ نيوتن متر. ايش وحدة اوميجا؟ راديانز بير سكند. لو حللت هدول اليونتس من هون بتطلع معي وات او جولز بير سكند، بتطلع هذه الباور اللي بتزودني اياها المشين. بس هاي الميكانيكال باور وين بتجي؟ ايش مصدرها؟ من وين بدها تيجي؟ من الكتريكال، مضبوط؟ الالكتريكال ايش هو؟ عندي فولتج، هذا الفولتج مش الفولتج اللي هون، لان الفولتج هذا صار له دروب. وين تصدر عندي فولتج؟ هون، مضبوط؟ مش في فولتج هون؟ الفولتج في كرنت شو عماله بتعطيني لما بضربهم الاثنين في بعض؟ باور. ايش عم بيصير في الباور هاي؟ وين بتروح؟ لاحظوا تطلعوا هذه بلس وهذه ماينس، مضبوط؟ مش هاي الباك اي ام اف هون؟ في باك اي ام اف هون فولتج، وعم بمر هون كرنت، مضبوط؟ ايش مقداره؟ اي اي. هذا مش باور، مش الفي في اي هي باور، وين عم بتروح هاي الباور؟ في المشين. في المشين، ليش تتحول؟ لا هو عم بيصير ميكانيكال. اذا هون عم بصير في عندي، رح يصير في عندي تحول كهربائي ميكانيكي من الكتريكال باور اللي هي اي اي في في باك اي ام اف، رح تتحول لميكانيكال باور، رح تطلع على شكل الشافت، مش هيك؟ هي الشافت، هذا الشافت رح يروح على سرعه قديش مقدارها؟ اوميجا. والتورك اللي بعطيني اياه قديش مقداره؟ تورك انديوست، مضبوط؟ هاي هون، هاي ايش لازم تكون وحدتها السرعه؟ إذا كانت N ما بزبطش لأنه بصير بدي كونستنت صح. هاي مباشرة بتصير وحدتها باور، إذا كانت هاي وحدتها راديان بير سكند، وهاي وحدتها إيش؟ نيوتن متر. نيوتن متر، هاي وحدتها نيوتن متر، وهاي وحدتها راديان بير سكند. إذا الطاقة الكهربائية رح تدخل على المحرك تتحول لطاقة ميكانيكية، فالباور اللي داخلها فقط. إذا هذول المعادلات هم الرئيسية، معادلات رئيسية رح نعتمد عليهم. خلينا ناخذ أول حالة، لما يكون عندي هون 100 أمبير قديش رح يضل عندي هون ماشي؟ 95. لأن عندي 5 هون، وإذا اتجاه هذا التيار هيك هذا اي اي، إذا اي اي راح يكون بالحالة الأولى قديش؟ 95. خلينا نحط المعادلة الأولى، إذا في سبلاي اللي هي 250 بتساوي اي اي ار اي زائد في باك اي ام اف. هاي 250 مضبوط؟ وهاي 95 وار اي قديش؟ 0.06 زائد في اي ام اف. هاي طبعا على سرعة على كرنت 100 امبير. إذا قديش في اي ام اف، في باك اي ام اف بتساوي بالحالة هاي؟ بيطلع معي 244.3. هلا لاحظوا هون عندي الحالة الأولى اللي راح آخذها هون هي حالة النو لود، قديش سرعة المشين راح تكون ات نو لود؟ 1200 ار بي ام، يعني هاي السرعة نو لود. لما نو لود يعني فيش كرنت، مش عم تسحب كرنت، معناها لما هاي ما تسحب كرنت قديش الفولتج دروب هون؟ 1200. لما ما تسحب كرنت كرنت زيرو، اذا الفولتج هون بيساوي الفولتج هون. اذا بصير عندي
at 1200 RPM ال V back EMF بيساوي 250. هاي هي اللي رح استعملهم كرفرنس من هون. صارت عندي السرعة الفولتج الجديد قديش 244، صار عندي 244.3 على 250 تساوي اشي على 1200 مظبوط؟ وهاي الـ N تبعت الـ 100 رح احطهم 100 يعني 100 أمبير. إذا الـ N تبعت الـ 100 شو بتساوي؟ بتساوي 1200 في 244.3 على 250. طب تطلع معنا السرعة في الحالة هاي 1173 RPM. هلا مظبوط انا استعمل RPM، مش تروح تغلط هون في الاوميجا تستعمل هاي اوميجا ايش لازم تكون وحدتها؟ عشان ايش؟ السرعة الدوران. ليش لازم استعملها هذه هون؟ في اي حالة لازم استعمل هاي ريتنس بير سكند. بكل حالة مش بقدر اقول عن هاي انها بتلف على كذا ريتن بير سكند، وبقدر اقول عنها انها بتلف 1173، بس ايش الحالة اللي لازم استعمل السرعة بالريتن بير سكند؟ لما ايش بدي اعمل؟ الزاوية. لما بدي اعمل التورك، لما بدي احسب المعادلة هاي مش صحيحة الا في اي حالة. الباور. هاي ايش لازم تكون وحدتها؟ لازم تكون اوميجا. إذا لما بدي احسب هاي الباور لازم تكون اوميجا بالريديانس بير سكند. إذا بالحالة هاي بإمكاني أنا أحسب التورك، مش هيك؟ مش صارت عندي السرعة، بس المشكلة السرعة هاي إيش وحدتها؟ RPM. إذا بدي أحولها لأوميجا 100 شو بعمل؟ 1170 73، إذا قسمتها على 60 شو بتتحول من RPM لإيش؟ RPS ريديانس بير سكند. وبعدين حتى احول من بتحول لريفولوشنز بير سكند، حتى احولها لريديان كل لفه كم راديان؟ 160 او 2 باي. اذا بضربها ب 2 باي، مش هيك؟ اذا دائما لما بدي احول بقسم على 60 وبضرب في 2 باي. اذا هاي بتصير عندي السرعه في الاوميجا 122، والله حد يتاكد منها انها مضبوطه راديانز بير سكند. اذا هاي 122.8 مضبوط؟ راديانز بير سكند. اذا انا اي معادله بقدر استعمل؟ بدي اعمل تورك، عندي اوميجا بالريدنس بير سكند، عندي باك اي اف وعندي اي اي، مش هيك؟ اذا صار عندي حسب معادله الباور بالحاله هاي عندي تاو اللي بدي اياه تبع 100، ايش ال 100 اللي عم بحطها انا هون هاي شو هي؟ 100 امبير. يعني بحاله ال 100 امبير التورك راح يكون التورك مضروب في اوميجا 100 اللي هي 122.8، شو بيساوي؟ بيساوي الباك اي اف، قديش الباك اي اف بهاي السرعه؟ 244.3، وقديش الكرنت؟ 95. ليش ما استعملت ال 100؟ بس بدي اللي فايت على المحرك، هذا الخمسه خلص راح، هذا الخمسه استعملته ولد فيه، ضل منه قديش؟ 95. اذا صار عندي هاي التورك وهي السبيد، اذا التورك بيطلع معي بالحاله هاي 189 نيوتن متر. اوكي، اذا هي اول جواب. نستعمل الثاني، ناخذ الثاني الان. الثاني عندي الكرنت قديش صار؟ 200. اذا هلا اي 200 بيساوي 200 امبير، اذا بطرح منه 200 ناقص 5 بصير عندي 195 امبير. هل بتغير هذا الفيلد كونستانت؟ كيف تحكمت فيه وثبته كونستانت؟ عن طريق المقاومه، بلت اغير المقاومه هاي لحد ما ثبته على 5 امبير واعطاني فاي معين، والفاي هذا ضل كونستانت طول الوقت. صار عندي 195، اذا الان بقدر احسب ال V باك ام اف، V باك ام اف تبعت ال 200 تساوي عندي 250 ماينس اي اي ار اي، مضبوط؟ اي اي قديش صار؟ 190 95، وار اي لساها 0.06، فبيطلع معي الباك ام اف بالحاله الثانيه بيطلع 238.3 فولتس. ايش بقدر اعمل الان؟ بستعمل N1 على N2 بتساوي VMF1 على VMF2، مش هيك؟ والرفرنس تبعي ايش رح استعمل؟ رح استعمل 1200 و250. إذا عندي 238.3 على 250 فولت بيساوي السرعة اللي أنا بدي إياها تبعت ال 200، السرعة على 200 أمبير على 1200 RPM. إذا N200 شو بتساوي؟ 1100 بتساوي 1104 RPM. هاي السرعة اللي بدي أحولها لإيش؟ بقسم على 60 وبضرب في 2 باي. إذا أنا إذا قسمت على 60 وضربت في 2 باي هاي بتتحول ل 117 مضبوط؟ 120 عفوا، 120 راديان بير سكند. طيب
هي طلعت معي السرعه. شو بقدر اعمل الان؟ بقدر اطبق معادله الباور حتى ايش اطلع؟ التورك. اذا صار عندي هلا التورك انديوسد على 200 مضروب في هاي جريدينت بير سكند اللي هي 120 تساوي الباك ام اف اللي هو 238 في 195. إذا بطلع معي التورك تبع ال 200 قديش؟ 177 377 نيوتن. طلعتها مباشرة، اختصرتها مباشرة. بصير أعمل هيك يساوي؟ هل هاي صحيحة المعادلة؟ صحيحة، لأن أنا غيرت اليونتس بس، فمباشرة اختصرت يعني. فقلت انه 1144 ار بي ام شو تساوي؟ 120 راديان بير سكند. هم نفسهم السرعه الدورانيه للشاط نفسه، بس عبرت عنها بوحدات مختلفه بس ما في مشكله. لاحظوا هلا صار عندي، خلينا نحط حواليهم خط لانه رح نستعملهم هذول بعدين. هذول رح اخذهم كازواج، يعني رح اخذ ال 189 التورك مع اي سبيد كان بالريد، خلينا ناخذها بالار بي ام 1137 مش هيك؟ هاي نقطه. وبعدين عندي ال 1144 اجت معي تورك 377، لانه هذا الماتور بقدر افكر فيه انا كجهاز، بعطيني تورك وسبيد. على سبيد معين بعطيني تورك، على سبيد ثاني بعطيني تورك ثاني، على سبيد ثالث بعطيني تورك ثالث. فراح ارسم الان النقاط هاي، مش انا حتى ارسم على ورقه ايش بدي، مش بدي اكس وواي، بقدر استعمل هذول اكس وواي مش هيك؟ بيطلع معي خط او كيف. اذا خلينا الان ناخذ اخر معادله، راح امسح هلا هذا اللي هون. والأحالة الأخيرة قديش رح يكون عندي الـ IA؟ عندي 300 ناقص 5، رح يصير عندي هلا IA تبع ال 300 رح يصير 290 95 أمبير، مظبوط؟ مش هذا الكرنت الثالث؟ فعندي هلا V باك EMF بتساوي 250 ماينس IA RA، مظبوط؟ اللي هي 295 في RA قديش؟ 0.06. قديش بيطلع معي الباك اي ام اف؟ 232 مش هيك؟ 0.3 فولت مضبوط. وبعدين عندي هلا عندي ان 1 على ان 2 بتساوي باك اي ام اف 1، فصار عندي السرعه الاولى السرعه اللي انا بدي اياها على 1200 ار بي ام، هاي سرعه 300 هاي تساوي الفولتج على 250. فبصير عندي السرعه بالار بي ام راح تكون قديش؟ 1115. طلع ان ما بتعوض ماينس صح؟ وين بدك تعوض ماينس؟ بالفي هذه هون. هاي انا بس نقلت المعادله على الجهه الثانيه اختصرتها بدل ما ارد اعيدها. هي هاي اصلها ايش المعادله كانت؟ في اس بتساوي اي ار اي زائد في باك ام اف. فانا نقلتها على الجهه الثانيه عشان يعني مش معقول كل مره اضل اعيد نفس المعادلات. هي المعادله الاصليه في اس بتساوي اي اي ار اي بلس في باك ام اف. نقلت هاي على الجهه الثانيه صارت في باك ام اف شو بتساوي؟ في اس ماينس اي اي ار اي. فصار عندي 1000 وهي بحولها مباشره ايش؟ كيف بحولها لرادينس بير سكند؟ بقسمها على 60 وبضربها 2 باي تطلع 117 رادز او رادينس بير سكند. صار عندي هلا بطبق معادلة الباور مرة ثانية، تاو على 300 مضروبة في السرعة هاي اللي هي 117 رادينز بير سكند تساوي باك ام اف اللي هو 130 32 و3 بالعشرة فولتس مضروبة في الكرنت اللي هو 290 95. فتاو 300 شو بتساوي الآن؟ 585.7 بالعشرة. وإذا هاي إذا حطينا عليها بالأحمر كمان راح اخذ هلا هاد مع وين السرعه بالار بي ام. هاي احنا عاده لما احنا بنشتغل بنحب نستعمل الار بي ام، شائع اكثر استعمال الار بي ام، لكن علميا لما بستعمل المعادلات حتى احسب الباور ايش لازم استعمل؟ ريجنز بير سكند. انتبهوا على هاي الشغله، هم نفس الشيء، بس عاده لما بدك تروح تشتري جهاز او تشتري عاده ما راح تلاقي معلم عليه بالريجنز بير سكند، عاده معلم عليه الريفولوشنز بير مينت. الريفولوشنز بير مينت منطقية اكثر. اذا الان كل اللي بدي اعمله بدي اعمل بلوتنج للسبيد تورك كيرف من القيم هاي الثلاثه اللي طلعت معي. اذا راح في عندي قيمه هون هيها البوينت بدها زوج من النقاط، مظبوط؟ مش بدها اكس واي. هاي نقطه، هاي نقطه، وهي نقطه، مظبوط؟ بدي ارسم النقاط الثلاث. وفي على فكره عندي نقطه رابعه
لما كان هو ماشي على 1200 ار بي ام قديش التورك اللي راح يعطيني اياه تتوقع؟ زيرو. ليش زيرو؟ ما في ايش اول ما بدا هذا؟ لا في فيش كرنت، ما عم بسحب كرنت، واذا ما سحب كرنت ايش بطل في عنده؟ ما في. تذكروا التورك على ايش بيعتمد؟ على الكرنت وعلى فاي. فاي كونستنت موجوده هيها ما فيش فيها مشكله، بس الكرنت زيرو لانه 250 بتساوي اي اي ار اي زائد 250. اذا قديش لازم تكون اي اي؟ اذا كتبت انا معادله على 1200 ار بي ام رح يكون عندي V supply بتساوي IA RA زائد V back EMF. إذا هاي 250 وهاي 250 قديش الكرنت؟ زيرو. زيرو. وإذا الكرنت زيرو قديش التورك؟ زيرو. إذا 1200 RPM ما رح يكون في عندي.